أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لوحظ من بعض المستقيمين على الطاعة التخلف عن صلاة الجماعة واقتراف بعض المعاصي، فهل من توجيه لهم؟ ندعوهم إلى التوبة إلى الله عز وجل وترك المعاصي ومعصية الشيطان، لأنه هو اللي يدعوهم إلى هذه المعاصي والشهوات، فيعصوا الشيطان ويطيعوا الله عز وجل ويتركون هذه الذنوب والمعاصي، لأنها خطيرة وقد تتجارى بهم إلى ما هو أشنع منها، فلا يجوز التساهل في المعاصي. ويقال: ما دام الإيمان موجود المعاصي لا تضر، هذا قول المرجئة، يعني يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، هذا قول المرجئة، معاصي تضر تنقص الإيمان وقد يزول الإيمان بالكلية بسبب المعاصي. المعاصي خطيرة والعياذ بالله، ولا يتساهل بها، وإذا ابتلي أحد بشيء منها فإنه يبادر بالتوبة. نعم.